السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل على كل مشاهدينا ومشاهدي قناة الصحة والجمال، وأهلا وسهلا بكم في يوم جديد وحلقة جديدة من برنامجكم دكتور مع منار. حلقة النهاردة هتبقى جميلة جدا. خلينا متفقين، هي أول حلقة النهاردة بتهم كل الناس سواء راجل أو ست. خلينا متفقين إن البشرة لما بتبقى صافية ولما بتبقى نضرة بتدي إحساس إيجابي على صاحبها وبيبقى ماشي مبسوط، ولما بتبقى البشرة فيها اللي هي حبوب الشباب أو السكارز حتى بتاعت حبوب الشباب أو الندبات أو اللي هي الآثار بتاعت حبوب الشباب بتعمل أثر سلبي جدا على صاحبها، وده بيرجع للإهمال بتاع صاحبها اللي هو عامله في البشرة. هي البشرة مش بتبقى كده منها لنفسها، لا هو أهمل بشرته فأدت لل يعني حبوب الشباب اوريدي بتطلع تمام، بس الآثار بتاعتها بتبقى بسببنا إحنا، وبتعمل اكتئاب على صاحبها. وكذلك الشعر طول ما هو هيلثي وطول ما هو حلو وجميل بتعمل اثر ايجابي حلو جدا على صاحب الشعر ده او صاحبته، تمام. بس احنا بنعمل جرايم في شعرنا، جرايم احنا مش واخدين بالنا منها، زي مثلا البيبليس عمال على بطال، زي الاستشوار، زي الصبغه عمال على بطال. الكلام ده كله ده انا فعلا بسميه جريمه في حق شعرنا. وبعدين بنرجع نقول انا شعري باظ انا اعمل ايه، وبنصرف برودكتس كتيره جدا وبنروح لدكاتره كتيره جدا علشان يرجعوا لنا شعرنا زي ما كان قبل ما احنا نعمل الحاجات دي كلها. هنتكلم عن تساقط الشعر وهنتكلم عن حبوب الشباب وهنتكلم عن كل الحاجات التجميليه بتاعتنا النهارده، علشان كده هيكون في استضافتي النهارده دكتوره نسمه اسماعيل سودان، اخصائيه الجلديه والليزر وتجميل الجلد بمستشفيات وزاره الدفاع. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيكي يا منور، نوراني ومبسوطه جدا ان انا معاكي النهارده. انا مبسوطه اكتر، واهلا بكل اللي بيسمعونا. اهلا بيكي يا نسمه. اللي انا عايزه اساله اول حاجه طبعا البشره. انت لما بيجي لك البيشنت تقول لك بشرتي باظت، طلعت لي على فكره انا بحترم جدا البيشنت اللي هي تيجي تقول لك انا طلعت لي حبه اعالجها ازاي بسرعه، والموضوع ممكن ما يكونش اوفر قوي، اعالج الموضوع في اوله بالظبط، بدل ما بتدخل بقى في دايره ان انا بقى احقن وان انا اعمل ليزر وان انا احاول ارجع بشرتي زي ما كانت، تمام. وممكن وساعات ما بترجعش كمان زي ما كانت، بس ده بيبقى بسبب الاهمال. ولما احنا بنيجي من الاول خالص نلاقي مثلا الشعر تالف من الاول خالص، نلاقي الوش فيه اي سواء حبوب او ندبات او اي حاجه من دي، اي ارجع على طول واقول انا وشي فيه مشكله حليها لي. اول حاجه يا دكتور عايز اسالك عليها حبوب الشباب. كلميني الاول عن حبوب الشباب اللي بتبقى في الوش، ايه اسبابها اصلا وبتتعالج ازاي؟ هي حبوب الشباب طبعا ليها اسباب كتير، بس اكتر حاجه بتبقى يعني بنقابلها نتيجه زياده افراز الغدد الدهنيه، فطبعا بيزود يعني لما بيحصل طبعا عدوى بكتيريه على الدهون، فطبعا بيظهر الحبوب. لما الحبوب بتظهر طبعا بتدي شكل مش حلو، فالبيشنت تبدا تحس ان هي ما عندها سيلف كونفيدنس في شكلها، في نضاره بشرتها، دايما حاسه ان بشرتها شكلها مش حلو فيها شوائب، دايما بتحاول تداريها بقى سواء بقى بميك اب او ميك اب بقى بالحاجات والفاونديشن بقى. والكلام ده طبعا ده برضو بيبقى ليه سبب، ان احنا مش بنعمل الدي كير روتين بتاعنا، ان انا لازم يبقى لي روتين لبشرتي، وده طبعا بيختلف على حسب نوع البشره. انا بشرتي دهنيه غير طبعا بشرتي ما تبقى كومبايند مختلطه، غير طبعا لما بشرتي تبقى جافه، لازم ان انا ليا دي روتين انا بمشي عليه، غسول معين مناسب لبشرتي، كريم معين، تمام، علشان يمنع ظهور الحبوب، لان احيانا الحبوب دي بتظهر نتيجه لالتهاب في الجلد لما بيبقى الجلد جاف. فاهم حاجه قبل ما نتكلم في حبوب الشباب نبقى عارفين طبعا انا بشرتي نوعها ايه، وايه الحاجه المناسبه لبشرتي ان انا اقدر استخدمها علشان امنع ظهور حاجه زي كده. حلو قوي، احنا جينا بقى لنقطه ايه، ازاي اعرف نوع بشرتي ايه. تمام. في ناس على فكره ما تعرفش يعني ايه نوع بشرتها ايه، سواء بالزبط. شويه يقول لك لا ساعات بتبقى عاديه، ساعات بتبقى دهنيه، ساعات بتبقى مختلطه، ساعات بتبقى جافه، في الشتاء بتبقى جافه، في الصيف بتبقى دهنيه. ده بيتحدد على اساس ايه؟ احنا ممكن في البيت يعني نعمل حاجه بسيطه جدا اعرف بيها نوع بشرتي. ممكن استخدم اي غسول بشره دهنيه واغسل بيه وشي عادي وانتظر ساعه، بعد ساعة هبص على الدهون على وشي طبعا في منطقة الأنف والخدود، لقيت ان بدأ بعد ساعة يظهر
دهون في منطقة الأنف والخدود بجوانب الخدود كده تبقى أنا بشرتي دهنية. لقيت بعد ساعة بدأ يظهر الدهون على منطقة الأنف وحوالين الأنف بس، يبقى أنا كده بشرتي مختلطة لو ما ظهرش أي دهون على الخدود أو جوانب الخدود. لو لقيت إن الدهون ما ظهرتش أصلا يبقى أنا كده بشرتي جافة، وقتها لازم أراعي إن أنا بشرتي جافة، ما ينفعش أستخدم غسول بشرة دهنية، بالعكس أنا لازم أستخدم المرطبات المناسبة لبشرتي. طيب بالنسبة بقى ترطيب البشرة، تمام؟ تمام. عرفت سمعت كده من قريب برضو، كانت معلومة جديدة بالنسبة لي، إن البشرة الدهنية شفتي كمية الزيوت اللي بتبقى على البشرة الدهنية محتاجة تمام. تترطب، طبعا ده محتاجة إزاي بقى؟ أرطب. أولا كل أنواع البشرة لازم تترطب. أنا برطب بشرتي ليه؟ مش عشان أنا جلدي بيفقد مية، لا، علشان أنا جلدي مش بيوصل له مية كويس، علشان أنا الدم اللي واصل مفهوش الغذاء كويس لجلدي. تمام. فأنا البشرة الدهنية طبعا بتحتاج تترطب، بس طبعا برطبها بنوع كريم ما بيبقاش جريزي قوي، لازم يبقى طب يعني خفيف. كمية الدهون اللي بتبقى على الوش دي مش ما احنا كفيلة ان هي اتفقنا ترطب ان احنا البشرة؟ هنستخدم نوع غسول كويس ينضف الدهون دي. اه، تمام. فلما استخدم بس في مرطب، ناس على فكرة بعد ما بتستخدم الغسول في ظرف مثلا ساعتين او حاجة بتلاقي الدهون رجعت لا، تاني. انتي بتستخدمي غسول مناسب لبشرتك اه وبتنضفي وشك مرتين في اليوم على الاقل بالغسول، مش هيبقى فيه دهون. طبعا احنا بنستخدم كريم بيقلل طبعا افراز الدهون شوية، في حاجات برضو بتبقى ماتيفاينج بتقلل ده، وطبعا بنستخدم الكريمات المناسبة اللي هي بتمنع ظهور الدهون، ظهور الحبوب او تمنع افراز الدهون. وزي ما اقول ما بقول لك الترطيب مهم جدا، سواء البشرة الدهنية او البشرة الجافة او البشرة المختلطة، بس بيفرق ان انا اختار نوع المرطب المناسب لبشرتي. اوكي، بالنسبة بقى البشرة بقى، يعني عارفة البشرة الدهنية دي مقدور عليها، في تمام. بقى البشرة الجافة تماما، طبعا تمام، اللي هي مشكلة بتبقى كبيرة صيف جدا. شتاء جافة، تمام، وبتكون بقى قشرة على الوش، مهما بقى تمام. اتعمل تنظيف بشرة، مهما اتعمل كل ده، حتى في ناس على فكرة برضو بعد ما بترطب نفس المشكلة، بتحتاج ان هي بمعدل كل ساعة تقوم ترطب وشها، دول تمام. الحل معاهم ايه؟ اولا البشره الجافه بيبقى لها مشاكل كتير جدا، لان جفاف الجلد بيؤدي الى ظهور التجاعيد بدري قوي، والخطوط التعبيريه والرينكلز والكلام ده. فانا طبعا محتاجه دايما ان انا ارطب بشرتي. انا لما بحط الكريم المسترايزنج او الكريم المرطب، انا بمنع جلدي من انه يفقد ميه، بحط له طبقه عازله امنعه ان هو يفقد ميه، فبالتالي انا حافظت عليه مترطب. فبالتالي انا منعت، أو اولا منعت ان انا اخلي البشره تبقى باينه ان هي زي ما انت بتقولي دراي قوي كده، او ان تعمل تكون سكيلز او قشره. تاني حاجه منعت ظهور التجاعيد بدري، منعت ان انا احس ان بشرتي دايما مرهقه ومجهده. البشره الجافه طبعا لازم بنرطبها دايما، لازم شرب السوائل، الميه، لازم شرب الميه كتير طول اليوم، لازم الغذاء، التغذية مهمة جدا جدا، الفيتامينز المهمة للجلد زي طبعا فيتامين اي، فيتامين سي، فيتامين اي، فيتامين اي انتي اوكسيدانت قوي جدا جدا للجلد، وطبعا بيساعد على ترطيب الجلد. في بقى مشكلة المسام الواسعة، تمام، تمام. وفي ناس بتبقى ما كانتش عندها مسام واسعة وطلعت من فترة قريبة مسام واسعة، سواء في البشرة الجافة أو البشرة الدهنية، دي بيبقى إيه أسبابها؟ طيب خلينا نتفق اولا ان المسام الواسعه دي بتبقى مشكله البشره الدهنيه اكتر مش اه، البشره الجافه. ده نتيجة زيادة إفراز الدهون. تمام. هي يعني البشره الدهنيه طبعا بتطلع دهون، فبتطلع بتعمل الوايت بورز. تاني حاجه الوايت بورز ليها اسباب تانية غير البشره الدهنيه. طبعا بنات لما بتروح مثلا كوافير او تعمل يعني ازاله شعر بالطرق التقليديه بتسيب بورز في الجلد. المفروض علشان البورز دي ما تفضلش موجوده، انا بستخدم كريمات اللي هي البور ريفاينر، بتسد مسامات الجلد. تمام. فلما بيحصل كده انا بمنع ان هي تفضل موجوده. طبعا في اسباب تانية الوايت بورز زي السن، زي الـ يعني الـ الحاجات اللي احنا ممكن بعض البروسيدرز بنستخدمها بتزود المسام. فلازم لو بشرتي اويلي جدا، لا، بلاقي فيه مسام واسعه كتير. طيب دي الحل فيها ايه؟ اول حاجه بقى زي ما قلت لك احنا بنستخدم كريمات بور ريفاينر. تمام. دي بتقفل المسام. لازم طبعا انضف بشرتي لو خاصه لو دهنيه، انضفها كويس جدا جدا من الدهون. في طرق كتير ممكن استخدم ادويه زي الايزوتريتينوين. الايزوتريتينوين ده دواء بيتاخد اورال بيقلل افراز الدهون
او افراز الغدد الدهنيه، فبالتالي بيقلل المسام شويه. طيب هل في مده معينه بتاخدها فيها ولا بتبقى المده صغيره؟ اصل انا سمعت ان طبعا كل كيس ليها وقتها وليها الدوز كمان اللي انا بقدر اديها. يعني لما يبقى عندي حاله فيها اكني او حبوب شباب بديها دوز، غير طبعا لما يبقى عندها جاست وايت بورز يعني. فدي طبعا بتختلف على حسب انا بشوف الحاله قصادي الدنيا ايه. طيب في اجهزه بتعالج الموضوع ده اللي هم ما ينفعش معاهم الكريمات والدراجز طبعا ممكن استخدم الديرما رولر، ممكن استخدم الفراكشنال ليزر. فعاليتها كويسه؟ طبعا جدا جدا يعني، بتقلل جدا المسام، بتحسن، بتحفز انتاج الكولاجين، بتحسن التون بتاعت الجلد، بتبقى نتائجها هايله قوي. اوكي احنا هناخد فاصل صغير راجعين تمام لكم تاني، استنونا. ورجعنا لكم تاني من الفاصل، برحب بحضرتك تاني يا دكتور. اهلا بيكي يا منور. في ناس بقى، تمام، وبرده دي جاتلي في اسئله البيج بس هنجلها كمان شويه، ان في بشره بتكبر قبل اوانها، يعني بتلاقي ان هي في سن كمان ممكن العشرينات واوائل الثلاثينيات، بتلاقي البشره مثلا بشره حد اربعينيات، بتبقى البشره مكرمشه شويه، بتبقى بشره مش هي الصافيه بتاعت اللي هو السن الشباب ده، ده بيبقى ايه اسبابه؟ طبعا ليه اسباب كتير جدا، اهمها طبعا ان انا بتعرض لشمس كتير بدون استخدام واقي شمس مناسب، برضو الصن سكرينز ليها انواع معينه على حسب نوع البشره. برضو في ان انا ممكن اكون بزيد في الوزن قوي او بقل في الوزن قوي، فطبعا بيحصل اختلاف لتوزيع الدهون. مش لما بيحصل زيادة للوزن الوش بيكبر فبيحصل فرد للوش ولا ايه؟ ما هو انت لما بتزيدي في الوزن وترجعي تقلي، الجلد عامل زي بالظبط بيكرمش، زي حاجه الاستيك، فانت بتزيدي فطبعا الجلد بيتشد، ترجعي تخسي يرجع الجلد يترهل، فبالتالي شكل برضو البشره ما بيبقاش لطيف. لو انت ما بترطبيش جلدك كويس طبعا بيبدا يظهر التجاعيد والخطوط التعبيريه اللي قلنا عليها. الناس اللي بتنفعل بزياده، سواء بقى بتضحك قوي جدا او بتكشر قوي، اوفر اكسبريشن، الاوفر اكسبريشن بالظبط بيعمل ايه بقى، بيخلي الخطوط التعبيريه تظهر بسرعه جدا. تمام، طبعا ده مع عدم استخدام روتين يومي للبشره وروتين مناسب ليها. يعني انتي انا برضو شايفاكي في كل الاسئله مركزه قوي على حته الترطيب. طبعا تمام طبعا، سواء بقى في كل الانواع حتى لو كل بشره انواع دهنيه. البشره طبعا، بس طبعا لازم استخدم النوع المناسب. طيب هنرجع نروح بقى لاسئله البيج بتاعتنا علشان دي كتيره جدا، انا خدت على قد ما اقدر. تمام اول سؤال، ايه حل تساقط الشعر الوراثي؟ انا سني 23 سنه. تمام، بنت ولا ولد؟ بنوته. اوكي تمام، اولا تساقط الشعر الوراثي احنا بنستخدم له يعني اهم او اهم حاجه بنستخدمها دلوقتي او الحاجه الاف دي ابروفد هو المينوكسيديل. تمام، بس لازم البيشنت تبقى فاهمه ان دي حاجه جيناتيك، انا مش هاخد دواء فتره وبعدين اوقف، لا انا هفضل ماشي عليه طول العمر. بس انا عايزه اقول لك حاجه، لما بيجي يقف تمام الشعر بيرجع يتساقط اكتر من الاول؟ لا مش بيتساقط اكتر من الاول، ساعات في سايد افكتس المينوكسيديل ان هو بيعمل زي ريلابس، لكن الفكره ان انا دي جيناتيك، انا لازم هكمل على الدواء، ما هياش حاجه عرضيه او مرض معين يعني انا تفضل بعالجه، طول عمرها بتاخده، هتفضل على طول بتاخده. مش انا هاخده اسبوعين او شهرين او 3 شهور وخلاص انا شعري بقى كويس هوقفه. لا، الجيناتيك او الاندروجيناتيك الوبيشيا بالذات دي لازم بنكمل على الدواء على طول، بنفضل على طول على طول. تمام، طبعا مفيش حل تاني غير كده. هتستخدم طبعا معاه مالتي فيتامينز، حاجات لوكال، هتاخد اورال ثيرابي الكلام ده، بس دي كلها حاجات مساعده مش دي الاساس. طيب والميزو ثيرابي؟ الميزو ثيرابي طبعا حتى يعني هي حتى لو عملت ميزو ثيرابي ده هيساعدها في النتيجه جدا، لان هي بنعمل بتخليها اسرع عن طريق المايكرو نيدلينج والدرما بان، بندخل فيتامينات معينه مهمه، فبتحسن نمو الشعرايه وسمكها وشكل والتون بتاع الشعرايه. تاني سؤال، هل طول الشعراية بيفرق في معدل التساقط ولا لا؟ يعني الشعر وهو قصير ما بيسقطش زي ما هو طويل؟ لا ما تختلفش قوي او ما تفرقش قوي، انا اللي يهمني ان انا اكون بغذي الشعر كويس سواء عن التغذية الداخلية او التغذية الخارجية.
ان انا باخد حاجات، عندي الفيتامينز اللي من جوه، الحاجات التغذيه بتاعتي كويسه، باخد اورال سبلمنتس لو انا مش باكل كويس، وطبعا بحط الحاجات اللوكال اللي تقدر تساعد ان انا شعري ما يقعش وان هو يبقى شكله هيلسي وكويس. تالت سؤال، ايه حل الشعر الخفيف بعد ولادة مرتين؟ تمام. اولا الشعر الخفيف بعد ولاده مرتين، خلينا نتكلم ان في انواع كتير لتساقط الشعر، منها الاسباب الهرمونيه زي طبعا الحمل والرضاعه، دي اسباب هرمونيه. طبيعي ان احنا لما بيحصل حمل او رضاعه الهرمونات بتتغير، المينرالز اللي في جسمنا بتقل، فبنحتاج طبعا يعني ناخد تغذيه كويسه، تاخد فيتامينز، تاكل كويس، طبعا نعتمد على الخضروات والبروتينز والفواكه، وطبعا هتحتاج تاخد حاجات اورال لان طبعا بعد الولاده في مثلا رضاعه. رابع سؤال، شعر الأطفال اللي مش بيطول ده حله ايه؟ الطفل يعني هنقدر نقول لحد 6 سنين انا ما اقدرش اجي جنبه، ما اقدرش اكتب له ادويه، طيب مش هينفع، مش موضوع أدوية، ممكن بالزيوت بروسيديرز. وكده؟ لا الزيوت مش حلوه طبعا، لان الزيوت لو انا حطيت زيت على فروه الراس انا كده بزود الاويلي سكريشن، فكده ممكن ادخل في مشاكل تانية زي القشره وغيرها. فلا انا حتى لو هستخدم حاجه للطفل انا افضل ان انا اديله فيتامينز بس، لكن بعد يعني بعد 6 سنين نبدا بقى نشوف انا هو لا هو محتاج حاجه لوكال او مش محتاج. لكن يعني هو قبل ممكن كده بعد ال6 سنين اصلا اه قبل شعرها ست تطول لوحدها. بالظبط هتكون بقى الغذاء بتاعها استقر، بتاكل قدرت تاكل كل حاجه، تاكل فيتامينز كويسه، تاخد خضروات كويسه، فبالتالي انا خلاص هكون حكمت الحاله اللي قدامي دي محتاجه ايه. سؤال تاني، الزوايد الجلدية اللي بتظهر في الجسم نتيجة ايه وحلها ايه؟ الزوايد الجلديه دي طبعا بتبقى نتيجه نشاط زياده شويه في الجلد في اماكن معينه، فبالتالي بيطلع السكين تاجز دي، ودي طبعا بتتشال بسهوله جدا بالليزر او بالكي، ما هيش مشكله خالص. في سؤال تاني، انا عندي أنا لا انا عروسة وفرحي في شهر 4، ايه الوقت الكافي علشان أبدأ جلسات الليزر إزالة الشعر؟ نبدأ من دلوقتي طبعا لان احنا في ازالة الشعر انا بحتاج اعمل من 6 ل 8 جلسات بين كل جلسة والتانية من 4 ل 6 اسابيع، فلا it's time يعني. انا عندي 26 سنة، عندي مشكلة حبوب الشباب وبتسيب آثار لما بتروح وبتسيب حفر وندبات ومسام مفتوحة، ايه الحل؟ تمام. ما احنا اتكلمنا بقى دي دلوقتي عن بقى البشرة الدهنية وان مدام احنا لازم نبقى لنا يعني عناية بيها. بالنسبة لآثار حب الشباب في طرق كتير عشان تتخلص منها، ممكن تعمل زي الدرما رولر، حاجات بنستخدم بالدرما بان الفراكشنال، الحاجات دي كلها بتساعد على ازالة حب الشباب. اوكي. الحل بقى بتاع ترهل الوش اللي كنا بنتكلم عليه، الناس اللي هي بتبقى زي ما قلتي بتبقى كانت اوفر ويت جدا وبعدين خست مثلا بالكيلوات كتير بقى سواء 20 او 30 او 40، فده بيحصل لهم الوش نفسه بيخس بس بيكون بقى بيبقى بيترهل مترهل، تمام؟ بالظبط. ده الحل معاهم ايه؟ ما هو الجلد بيترهل ليه؟ علشان انا الدهون اللي تحت الجلد خلاص نزلت، فبالتالي جلدي نزل. خلينا متفقين ان احنا كالفيس بتاعنا عشان يبان شكله اصغر، او احنا يعني انت ازاي بتحكمي على حد شكله صغير او شكله كبير؟ طبعا في بارامترز معينه كمية الدهون اللي موجودة فيها ولا ايه؟ بيبقى لها ديستريبيوشن معين. خلينا لو هنتكلم يعني بطريقه مبسطه بيبقى شكلها من النوز للتشين كده زي مثلث مقلوب، ده في السن الصغير. لما بيكبر بيبدأ يتغير الفات ديستريبيوشن، تمام، او طبعا بيقل في اماكن وبيحصل اماكن بتفضى واماكن بيبقى ازيد فيها، فبيبدأ يتحول لشكل المثلث المعدول. تمام. فاحنا علشان نرجع بقى نظبط شكل بشرتنا، نشيل الترهل، عايزين نخلي الوش يبان اصغر، بنبدأ بقى نحقن فيلر بطرق معينة في أماكن معينة وبنسب معينة علشان نبدأ نحافظ على الوش تاني من الترهل. احنا كنا اتكلمنا عن موضوع ان الخروج في الشمس، تمام، من غير سان بلوك. تمام. اوكي. طيب في ناس اوريدي بتخرج من غيره وما بتهتمش بالموضوع ده ومفيش مشكله، تمام، فده ممكن يتسبب في نمش. تمام. المشكله حصلت خلاص، تمام، تمام، احنا بنقول ان احنا نعملها من الاول خالص بروتكشن، تمام، عن طريق ان احنا نحط السان سكرين او السان بلوك. طيب هو هي ما حطتش خلاص وحصلت مشكله النمش، نقدر نشيله ازاي؟ في طرق كتير طبعا، في كريمات بتعالج الهايبر بيجمنتيشن ده،
زي الكريمات اللي فيها طبعا جليكوليك اسيد والازيليك اسيد، في وريتينويدز والكلام ده، طبعا دي مهمه جدا، بالاضافه لبعض البروسيديرز مثلا كي سويتش الليزر مهم جدا في ازاله البقع التصبغيه دي في وقت قليل جدا. خلينا برضو نتكلم يا منار ان لازم اهم حاجه ان انا اتجنب الالترا فايولت ريز بتاعه الشمس، لازم الصن بلوك ده مهم جدا جدا جدا، ولازم اجدده كل ساعتين. يعني انا لازم لو انا قاعده طول اليوم في الشمس بحط صن بلوك كل ساعتين، انا مش بحطه الصبح وانزل، لا بيبقى معاكي كل ساعتين بتحطيه، لان الالترا فايولت ريز ليها اضرار كتير جدا على البشره، فبالتالي بتخلي بقى الجلد يهاجم في ان هو يزود سمك، يدي ميلانين زياده، يدي بقع تصبغيه، بتبقى حلها مش بسهوله. البقع بقى التصبغية، تمام تمام، اللي بتحصل نتيجة ان كان في، او خلينا نقول اثار الحبوب، تمام تمام، المعروفة باسمها الدارج اللي هي اثار الحبوب، بوست اكني سكارز. تمام. المفروض ان بتكون، وساعات بتبقى بقع صغيرة وممكن بتبقى بقع كبيرة، تمام. تمام دي حلها ايه؟ ما هي دي برضو بقعة تصبغية بنعالجها بنفس العلاج. اه يعني بعد ما بيبقى فيه حبوب، بعد ما بيحصل لها مثلا، يعني بعد ما بتخف شوية بيحصل هايبر بيجمنتيشن، يا اما بتسيب ندبات او سكارز. لو حصل هايبر بيجمنتيشن بنعالجها زي ما قلت لك بالكي سويتش ليزر او بالكريمات اللي ممكن نستخدمها عادي في البيت لو في بيشنتس ما بتحبش تعمل بروسيجرز. لكن الندبات والسكارز دي لا، دي بتحتاج كومباينيشن من تريتمنت، ما اقدرش استخدم لها حاجه واحده. يعني ممكن استخدم لها بيلينج، استخدم لها فراكشنال ليزر، استخدم لها مايكرو نيدلينج زي ممكن اعمل لها بي ار بي، ممكن اعمل لها ميزو سيرابي، ممكن اعمل لها ديرما رولر بالديرما بان. يعني بحتاج كومباينيشن رهيب لان النتيجه ما بتبقاش سهله. وما بتبقاش بسرعة. لا 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 لا، لازم البيشنت يعني يبقى عارف ان هو هياخد عدد جلسات على حسب برضو خليها بس الحاله، طويل شوية. اه وعلى حسب الحاله. يعني في حاله بيبقى الموضوع برضو بسيط جدا، وفي حالات بتبقى الموضوع سيفير، فلازم تبقى عارفه ان انا وقت ما بتجيلي بقول لها انت هنقعد مثلا نعمل 6 جلسات، لا هنعمل اكتر لا اقل، علشان خاطر نوصل للنتيجه المطلوبه. يعني طيب هي اثار الحبوب دي اصلا نتيجة اهمال، تمام؟ لا مش اهمال برضو، هي يعني الحبوب ساعات لما بتطلع زي ما احنا قلنا الغدد الدهنيه بتطلع سيبم او بتطلع كنت لسه دهون. بسألك، هو ده نتيجة ان هي بتلعب في الحبوب ولا ان هي طبعا سابت احنا ما الحبوب؟ ينفعش نمد ايدينا على الحبوب خالص اه خالص. دي يعني النقطة اللي عايزاكي اه تقوليها. طبعا، يعني انا وانس ان انا عندي اكني انا ما ينفعش اقعد العب فيه بقى واقعد احط ايدي واعمل خالص، لان ده اللي بيخليها هما بيبقوا تسيب. فاكرين ان هما لما يعملوا كده هي هتروح. لا بالعكس خالص، لا 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 ما ينفعش. اوكي، كلميني بقى عن تأثير أشعة الشمس على البشرة لما تمام ما نحطش سامبلوك. لسه قايله لك احنا مهم جدا جدا ان احنا نستخدم السان سكرينز او سان بلوك، لان الالترا فايولت ريز لا قصدي اضرارها لو ما اتحطش عليها. ما هو لو ما اتحطش عليها انا كده عرضت الجلد للالترا فايولت ريز، عملت اول حاجه جفاف للجلد، اديت لظهور تجاعيد مبكره، تاني حاجه عملت خليت الجلد يتحفز ان هو يكون طبقات سميكه، فبالتالي الجلد بيبقى سميك، تالت حاجه ان انا حفزت الجلد، ما هو الجلد عايز يدافع عن نفسه فيبدا بقى يكون ميلانين، يبدا يكون بقع تصبغيه، فيبدا برضو الحاجات البقع الداكنه اللي احنا نبدا ندور لها على حل. طيب نيجي بقى على ايه، الهالات السوداء، تمام. تمام الهالات السوداء بقى ممكن بتبقى نتيجة ستريس، نتيجة عدم النوم، طبعا، والتغذيه اللي مش نتيجة سليمه الغذاء اللي مش صح، وشرب الميه القليل جدا، ليها اسباب تانية برضو. او خلينا ممكن نقول تكون وراثية. لا هي مش وراثيه، هي الهالات السوداء برضو ممكن تبقى بسبب ان انا برهق عيني جدا. طبيعي احنا طول النهار بنستخدم عينينا، بس انا ممكن اكون برهقه في عمل دقيق جدا، بحتاج اركز قوي، بذاكر واقرا كتير، نتيجه برضو ان الفات اللي تحت العين قل، فلما بيقل بيديكي زي شادو ان الحته دي ديبرست، فبتحسي ان عينيكي من تحتها اسود. اه فلازم لما بنيجي نشوف لازم نركز ان ده نتيجه هايبر بيجمنتيشن او غمقان، ولا نتيجه ان الفات اللي تحت العين قلت فحصل الشادو ده فباين لي ان انا تحت عيني اسود، وعلى الاساس ده انا بحدد طريقه العلاج. طيب على اساس ايه يعني، على ازاي اساس بقى بنحدد العلاج؟ دلوقتي انا لو لقيت ان انا تحت العين في فراغ، طبعا الدكتور هو اللي بيحدد ده من شكل البيشنت، فلو في فراغ تحت العين انا ببدا انصح البيشنت ان هو يحقن فيلر واظبط له الفات ديستريبيوشن تحت العين. لكن ان انا لو شايفه ان ده نتيجه هايبر بيجمنتيشن
دارك سيركلز نتيجه هايبر بيجمنتيشن، فانا ببدا احقن له ميزوسيرابي او ادي له كريمات تحسن اللون بتاع السكين والتكستشر والتون. طيب هل انا لما ببعد عن الارهاق وببعد عن الاسباب دي تحسن هتروح جدا، ولا هي بتتحسن جدا. بس مش بتروحش كليا؟ لا محتاجه طبعا اعالج، اشوف السبب واعالجه، او اشوف هي سابت ايه الافكتس، هل سابت هايبر بيجمنتيشن، في خلاص هايبر الارهاق بيجمنتيشن. راح والستريس راح وان اوكي هو وكل تمام، ده ما راح. انت بقى عينيكي ارهقت، فبالتالي بقى في الجلد تحت مكرمش او الجلد لونه غامق شويه، لو الجلد غامق بنعالجه بطريقه معينه، لكن لو المكان فاضي او الدهون قلت برضو بتعالجي بطريقه تانية. يا دكتور بقى عايزه اتكلم مع النقطه تمام السن المناسب لازاله التجاعيد. لما بنلاقي ساعات حد في العشرينات وكده بتلاقي فيها تجاعيد بسيطه وبتبقى موجوده اكتر في الرجاله اكتر تمام من بالظبط البنات، تمام، والديبريشن العلامات بتاعتها موجوده وتحت العين لما حد بيجي يضحك وكده، فببص الاقيهم استخدموا اللي هي الكريمات المضاده للتجاعيد، هل ده صح في السن ده؟ طبعا في اي وقت، طالما وانس ان انا بدا يظهر عندي رينكلز انا لازم استخدم حاجات انتي ايجنج، وكمان انصح بالبوتوكس، ان احنا نحقن بوتوكس. البوتوكس بيقلل النشاط بتاع الماسل، فبالتالي بيقلل عندك الاكسبريشن، زي ما لسه بنقول ان الناس اللي عندها اوفر اكسبريشن سواء بالسلبي او الايجابي، يعني الناس اللي بتضحك كتير، الناس اللي بتكشر قوي وبتنفعل قوي، انا لازم يعني لازم لما يظهر يبدا يظهر عندها رينكلز انا بحقن بوتوكس، مش عشان انا اضيع رينكلز بس، لا عشان هو كمان ليه نسبه تريتمنت بيعالج، مش حاجه بس كوزماتكس، او ان انا بضيع الفاين لاينز او الديناميك او الستاتكس رينكلز. يعني ظهرت في الفترة الأخيرة حاجات كتير زي البوتوكس وزي الفيلر، تمام كلميني الفرق ما بين البوتوكس والفرق ما بين البوتوكس والفيلر. تمام البوتوكس والفيلر هما الاتنين حاجات علاجيه وتجميليه، بستخدمهم عن طريق الحقن. الفرق ان البوتوكس ده بوتيولينم توكسين بحقنه في الماسلز عشان اقلل النشاط بتاعها، فبالتالي بقدر اعالج الفاين لاينز والرينكلز والحاجات دي. تمام، وده بحقنه بكل من 4 لـ 6 شهور. تمام بستخدمه طبعا غير الخطوط التعبيريه او الاوفر اكسبر او علاج الاوفر اكسبريشنز او الحاجات دي. الاكسسيف سويتنج بيعالجه كويس جدا، الناس اللي بيبقى عندها ميجرين شديد قوي بيعالجه. لكن بقى الفيلر ده عباره عن هيالورونيك اسيد، ده بحقنه في الاماكن اللي حصل فيها abnormal fat distribution او فديت شويه او الجلد ترهل فيها، فانا ببدا احقن بطريقه معينه علشان حاضر احافظ على الفات ديستريبيوشن، تمام، او احافظ على شكل الفيس يبقى شكله صغير وهيلسي، ولو في جلد اترهل بيتشد. اوكي دكتور هنيجي بقى علشان انا عندي اسئله كتيره جدا عن تمام موضوع الليزر، تمام، تمام فدي حاولت اختصرها، هو انا مش عارف ارد على كل الاسئله فحاولت اختصرها في سؤال واحد، تمام تمام، ازاي اقدر بالنسبه بقى جهاز الليزر، تمام، تمام ناس كتير جدا اتجهت لموضوع الليزر ده، طبعا تمام، على اي اساس اقدر احدد ان ده جهاز الليزر المناسب ليا تمام ولحالتي؟ بصي، هو اولا الدكتور هو اللي بيحدد، يعني انا لما بشوف البيشنت قدامي بقدر احدد ايه نوع الليزر المناسب ليها. بس خلينا نتكلم راندوم كده. يعني البشره الفاتحه بنفضل لها نوع الليزر الالكسندرايد، فالفاتحه اللي بيبقى لون الهير او لون الشعرايه عندها ثيك وسودة، تمام، لكن الناس اللي بشرتهم غامقه، تمام، انا بفضل ليهم الاندياج ليزر. تمام، فاحنا لما بنيجي نعمل هير ريموفال يا ريت نحاول نعمل يعني ادجستمنت كده للتايب اوف سكين بتاعي اللي هو لون بشرتي، طبعا التون ده الدكتور اللي بيحدده مع نوع الليزر اللي انا هستخدمه عشان الايفكت والريزلت يبقى كويس. طيب يا دكتور هو دلوقتي، تمام، في انتشرت جدا مراكز التجميل، تمام تمام، اللي هي تقول لك احنا عاملين اوفر حلو جدا تمام واشتري عدد لسه بالسز كنت عايزه اقول بلاش ان احنا نبقى بنجري عند البلس اللي بالظبط. مش عارفه اللي بكام والكلام ده، لا احنا لازم نختار نوع الليزر المناسب. نسال طبعا، من حقك تسالي تعرفي ايه نوع الجهاز اللي انت شغاله بيه، نوع الليزر اللي انت شغاله بيه. لازم تكوني واثقه ان اللي بيعمل لك دكتور مش اي حد تاني، علشان خاطر تقدري توصلي للنتيجه اللي انت حباها. إيه طيب كلميني بقى عن اضرار الليزر، تمام، تمام بخصوص الناس برضو هتلاقيها بتروح للتكلفه بتاعتها اقل، تمام، وبتسيب التكلفه بتاعتها اكبر وما بيبقوش عارفين الفرق ما بين يقول لك الاثنين نفس الجهاز، يعني ده نفس الجهاز، تمام،
بس الفرق ان في دكتوره هي اللي بتعمل والتاني السنتر التاني ما بيبقاش، لا هو ما بيبقاش حتى تكنيشن، تمام؟ هو مش بيبقى دكتور ولا بيبقى تكنيشن، بيبقى حد عادي جدا، مجرد ان هو بيسلط الجهاز على الجلد وخلاص، تمام؟ فكلميني عن اضرار الليزر لو احنا اتجهنا للحاجه اللي هي خلينا نقول الارخص، تمام؟ للمراكز اللي هي التجميليه اللي مش بيبقى فيها الدكتور. تمام. بصي بلاش نتكلم في موضوع ارخص واغلى، خلينا نتكلم في نوع الليزر. زي ما قلنا انا بختار النوع المناسب لبشرتي، وانا قبل ما بروح المكان وكفاءة الجهاز طبعا، ما يعني عشان طبعا مش هنقدر نقول كفاءة الجهاز اسم دي، جهاز انا معين. كحد رايح مش هعرف كفاءة الجهاز. ما انتي بصي، انتي بتسألي نوع الليزر المستخدم ايه، لازم تبقي رايحه مكان تراستد، تبقي عارفه الدكتور اللي ان هناك ده فعلا دكتور وسبيشاليزد ولا لا، تمام؟ دي حاجات مهمه جدا. طبعا في حاجات احنا بنعملها قبل الليزر، طبعا في بريكوشنز معينه قبله وفي حاجات معينه بعد، عشان برضو يعني ما يحصلش اي سايد افكتس. طبعا لو الاثار استخدمنا نوع، الجانبيه بتاعتها بقى لسه هقول لك، دي لو اللي انا عايزه استخدمنا اعرفها. نوع ليزر مش مناسب، او حصل استخدام الجهاز حصل بطريقه مش مناسبه، تمام؟ بيحصل طبعا بيرن، ولما بيحصل بيرن ده بتبقى مشكله كبيره جدا، ما بيبقاش علاجها برضو بسهوله. يعني إيه طيب زي ايه اضرارها؟ بيرن، لا حرق، غير الحرق. تقصدي حاجات يعني فيما بعد. لحد الان ما ظهرش اي سايد افكت ليزر خالص. في اشاعة بتاعت ان بتعمل كانسر للجلد. لا 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 خالص، اصل الليزر ده يعني دي بيم معينة، ودي حاجات يعني مش ان هي تعمل كانسرز، ما هيش حاجات كارسينوجينيك، يعني انت مش جايبة حاجات كده، لا خالص. اوكي هناخد فاصل صغير راجع لكم تاني، استنونا. اهلا وسهلا بيكم مرة تانية، ورجعنا لكم تاني من الفاصل، وخلصنا دلوقتي الفقرة بتاعت الجلد. هندخل بقى دلوقتي على فقرة مهمة جدا بتهم الراجل والست، وهي فقرة الشعر. يا دكتور، تساقط الشعر اللي عند معظم الشعب المصري، تمام؟ تمام. ده بيبقى ايه اسبابه؟ هو ليه اسباب كتير طبعا. احنا قلنا من شويه اتكلمنا عن الصلع الوراثي، ده اسباب وراثيه. في اسباب نتيجه لتغير الهرمونات زي الحمل الرضاعه، في اسباب مرضيه زي تغير في الغده الدرقيه، هرمونات الغده الدرقيه، بعض الامراض المزمنه. طبعا الاسترس ليه اثر كبير جدا. طبعا عدم التغذيه السليمه ونقص الفيتامينز او الفيتامينات والمعادن المهمه للشعر بيأثر جدا وبيساعد على تساقط الشعر. بس برضو خلينا نتفق ان احنا لينا معدل يومي لسقوط الشعر، يعني انا في اليوم بيسقط مني من 100 ل 150 شعرايه. لما الموضوع يزيد عن كده ساعتها ابدا اقول انا شعري بيقع. طيب بخصوص بقى ان ايه بيسقط مني من 100 ل 150 شعراي، اكيد انا مش مش همسك هندهم. المشط واقعد اعد، تمام؟ انت بتبقي عارفه ان انت ليكي رينج معين، او عارفه وانت بتسرحي شعرك بيبان. هنلاحظ بعد كده ان المشط مليان شعر، لما باخد شاور الشعر بينزل كتير، لما بنام بصحى الاقي المخده كلها شعر، فساعتها بلاحظ ان انا لا في تساقط زياده لشعري. طيب ده ايه علاجه؟ علاجه هو طبعا اول حاجه زي ما بقول في كل حاجه، ان انا لازم التغذيه السليمه جدا. على حسب السبب لازم اوقف السبب، ابقى عارفه ايه السبب واعالجه. طبعا انا في الاول بعمل شوية تحاليل وفحوصات للعيان علشان اقدر اعالج السبب. بعد ما بعالج السبب بدي طبعا حاجات لوكال، فيتامينز برضو ومعادن مهمة للشعر بحط بديها له، الشعر بيتحسن. لكن لو سبب تساقط الشعر حاجة وراثية، ببقى معرفة العيان ان انت مش هتتحسن، مش هينفع توقف الدواء، الدواء هنفضل ماشيين عليه على طول. لكن لو حاجة مش وراثية برضو بعرف العيان ان الدواء ما بيجيبش نتيجة قبل 3 ل 4 شهور، لان دورة حياة الشعراية برضو مش اقل من شهرين. فانا علشان اقدر اكون شعراية صحية سليمة قوية ما تقعش بسهولة، لازم ان انا اقل حاجة 3 4 شهور عشان ابدأ الاحظ نتيجة كويسة. ويبقى عنده صبر بقى علشان خاطر كل حاجة في النتيجة ادوية تبقى الجلدية كويسة. لازم يبقى فيه صبر. طب يا دكتور بقى بالنسبة لقشرة الشعر، تمام. تمام، اللي بتبقى موجودة اكتر في الشتاء اكتر منها في الصيف، وفي ناس بتبقى موجودة عندهم طول السنة، وفي ناس لما بتاخد اللي هي الشامبوهات بتاعت
القشره بتروح تمام، تمام ومجرد ما توقفها بترجع تاني القشره. تمام دي بقى بتبقى ايه اسبابها؟ الناس بتستخدم شامبوهات ومجرد ما بتوقفها القشره بترجع تاني، علشان هي كده استخدمت حاجه موضعيه. انا عالجت ان في قشره في شعري فانا عالجتها، انا ما استخدمتش حاجه اعالج السبب. انا لازم ابقى عارفه الاول السبب، هل انا بشرتي اويلي قوي او فروه راسي دهنيه جدا فبالتالي بتكون قشره، ولا هي جافه جدا فبيحصل يعني زي حساسيه او تهيج لفروه راسي فبرضه بيتكون قشره، ولا هل ده نتيجه ان انا مثلا في صدفيه في اكزيما بستخدم ادويه معينه هي اللي عامله لي ده. لازم ابقى عارفه السبب. وبعد او ممكن كمان ممكن اكون انا مش بغسل شعري كويس، بستخدم شامبو ما بوصلوش لفروه راسي، بغسله على شعري من غير ما بيتحط على فروه راسي فتره مناسبه واقدر اغسله. طيب يا دكتور، هنرجع بعد أسئلة البيج تاني علشان انا مش معايا وقت كتير. تمام. عندي 19 سنة، بستخدم سيروم فيتامين سي، هل صحي ان انا استخدمه في السن ده للحصول على نضارة، علما بان بشرتي دهنية ما هو ولونها فيتامين سي بيتأكسد؟ حلو جدا 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 طبعا، ومهم جدا للبشرة. مفيش اي مشكلة ان هي تستخدمه هي في انا سن قصدي ان صغير. سنها، بس انا بشوف يعني دي وجهة نظري بتستخدمي انا، فيتامينز، انتي مش بتستخدمي حاجة تضر. يعني انا وجهة نظري الشخصية، يعني اللي انا شايفة ان هي من وجهة نظري صح تمام، تمام. ان فترة العشرينات دي اسيب الوش يتعامل، بصي احنا دي بس برضو سامحيني ان هو احنا يتعامل، مش كل عايشين حاجة هقعد احطها. في تلوث كتير، اشعة الشمس برضو قوية جدا، ما بنتغذاش كويس معظم الوقت بره، مش بنشرب مية كتير، فكل ده انتي لازم تعوضيه. فبالتالي هتستخدمي الفيتامينز وزي ما قلنا والمرطبات اللي تقدر تحافظ لك على نضارة بشرتك. ما انتي مش بتغذي الجلد، هيحافظ ازاي؟ لازم نديله تغذية مناسبة يعني عادي ان هي تستخدم فيتامين عادي سي؟ جدا، مفيش اي مشكلة خالص. اوكي. انا عندي 24 سنة، بستخدم كريمات بالكولاجين وغسولات بالكولاجين، ده فيه مشكلة ممكن يسبب لي تجاعيد؟ لا لا خالص بالعكس، بس يا ريت لو نستخدم حاجة ميديكال واثقين منها، مش اي حاجة مكتوب عليها كولاجين غسول كولاجين او طب ما هو اصلا الـ الوش نفسه بيفرز كولاجين، طبعا هو ما تسيبه. من مكونات الجلد ان هو يبقى فيه كولاجين، لكن انا بتكلم ان انا استخدم غسول او استخدم حاجة لازم ابقى يعني الحاجة دي تبقى ميديكال علشان تقدر تحفز انتاج الكولاجين، مش اي حاجة مكتوب عليها كولاجين خلاص هي دي كولاجين وانا هقدر استخدمها وابقى في مرتاحة. كمان يعني اللي هي الامبولات بتاعت الكولاجين دي كويسه؟ طبعا في حاجات منها طبعا كويسة وفي حاجات لا طبعا. في اضرار لصابون الوش العادي، وايه احسن روتين البشره الدهنيه؟ صابون الوش العادي اللي هو الحاجات اللي فيها بيرفيومز، اه لا طبعا احنا قلنا كل واحد هيستخدم نوع غسول او صوب معينة مناسبة لبشرته. هي لو بشرتها تبقى دهنية طبيه. لو بشرتها دهنية لازم تستخدم غسول مناسب للبشرة الدهنية يقلل افراز الدهون علشان خاطر ما يبدأ الدهون ما تبدأش تتراكم وتعمل مشاكل تانية. هل زيوت الشعر ممكن فعلا تعمل غلق لبصيلات الشعر؟ انا سني طبعا 15 سنة. طبعا، وتعمل قشرة زي ما لسه متكلمين قلنا الدهون الزيادة بتعمل قشرة. انا عندي 26 سنة، عندي مشكلة، دي خلاص قلناها، انا حامل في الشهر السابع، هل ممكن استخدم ليزر لإزالة الشعر؟ ما ننصحش بيه في الحمل، رغم ان هو لحد الان برضو ما ظهرش اي ستاديز تقول ان انا اقدر يعني اعمل ليزر في الحمل او اوقفه، بس الافضل ان احنا بلاش في فترة الحمل. اوكي يا دكتور، كلميني بقى عن ايه جلسات الفرد تمام، واللي هي الترميم والكولاجين والحاجات الغريبة اللي انا بسمع عنها دي تمام، واصلا ايه الفرق؟ انا مش عارفة ايه الفرق بينهم، هم كلهم بيدوا الشيب الحلو للشعر تمام، بيبقى الشعراية مفرودة وبتبقى ناعمة وبتبقى شكلها حلو، بصي هو ده بس هل طبعا ايه يعني مش اضرارها؟ تبع يعني مش تبعنا احنا كدكاترة جلدية، ده بيعملوه في البيوتي سنترز والحاجات دي. انا ما بنصحش بيه لان بيبقى فيه نسبة فورمالدهايد عالية ودي طبعا بتضر الشعر جدا، وهم كلهم تقريبا يعني نفس الحاجات بس باختلاف المسميات، لان برضو بتعمل على ان هي تغير تون الشعراية وتخليها بدل ما تبقى مجعدة تبقى مفرودة. انا ما بنصحش بيها، انا بشوف ان علاج الشعر ان انا اعالجه علاج صحي افضل جدا من ان انا استخدم حاجة وقتية وبعد كده مش هتخلي الشعر بقى يرجع زي ما كان، لا بالعكس هتضر الشعر. طب يا دكتور، في سؤال تاني برضو تمام من ضمن أسئلة البيج، البثور السوداء، تمام. ازاي اقدر اعالج البثور السوداء؟ البثور السوداء دي برضو بتبقى نتيجة تراكم دهون في الجلد، هي برضو بتبقى كتير جدا او دي مشكلة كبيرة للبشرة الدهنية. تمام.
زي ما قلنا لازم بننظف بشرتنا من مره لمرتين في اليوم. احيانا البثور السوداء دي بتبقى نتيجه وجود شعر تحت الجلد، فدي نستخدم لها الليزر هير ريموفال، بتدي نتيجه هايله جدا. وبعدها بتسيب وايت بورز، الوايت بورز زي ما قلنا بنستخدم لها فراكشنال الحاجات المايكرو نيدلينج عشان اقفل البورز وارجع الجلد لشكله الصحي اللي كان موجود قبل كده. للأسف يا دكتور وصلنا نختام حلقتنا النهاردة، كانت حلقة حلوة جدا. انا تمام، اتبسطت واستفدنا معاكم حاجات جدا، كتيرة واتمنى جدا. ان انا اكون فدتكم، وان شاء الله الحلقة تعجبكم. أكيد يا دكتور، حلقة كانت جميلة جدا، واستفدنا بخصوص البشرة وبخصوص الشعر. استنوني يوم الاثنين الجاي في حلقة قوية جدا وهتبقى حلوة جدا وإن شاء الله تعجبكم. باي باي.